فيما يستعد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب أيام الخامس السادس والسابع مايو الجاري، قرر خصومه إيداع دعوى لدى مجلس الدولة لإبطال نتائج هذا المؤتمر، تمسكا بمسعاهما المتعلق بديمقراطة الحزب واستنكارا لما اعتبروه إقصاء ممنهجا ولجوءا إلى التعيين بدلا من الانتخاب خلال عملية تحضير المؤتمر الاستثنائي في كل الولايات، مؤكدين أن المؤتمر لن يكون ديمقراطيا بمندوبين معينين في الاجتماع، خاصة وأن عددهم بلغ 1500 مندوب معين أمام مئات الآلاف من المناضلين والمحبين في صفوف الحزب الذين لم يستشاروا في هذه العملية. هؤلاء يعني الغاضبين، يعني الذين لم يجدوا أنفسهم أو لم يجدوا امتداداتهم في المؤتمر حتى يصبحوا مرة أخرى أعضاء في المجلس الوطني، أو حتى يستطيعوا تذكرة سفر إلى المجلس الوطني القادم. فهؤلاء الذين يتكلمون أو الذين يتباكون عن الديمقراطية قد شاركوا في كل المراحل التي قطعها الحزب فيما يخص تحضير المؤتمر، بدءا باللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الذين كانوا أعضاء فيها. فكيف يأتوا اليوم ويقولون بأن يعني ليست هناك ديمقراطية في الحزب وليست هناك ممارسة ديمقراطية؟ إذن هذا كلام هم مردود عليهم. المتابع لأخبار الأرندي يلاحظ أن هذه التطورات التي هزت كيان الحزب من الداخل كانت آخر ما كان أويحيى بحاجة إليه، خصوصا بعد الهجمات المتكررة التي تعرض لها من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني. فالعلاقة بين الرجلين ليست على ما يرام منذ عودة مدير الديوان برئاسة الجمهورية إلى قيادة الأرندي الصيف الماضي، وكانت آخر حلقات هذه العلاقة اتهام سعداني لأطراف لم يسمها بالعمالة لفرنسا، وهو ما فتح الباب للعديد من التأويلات وقرأها كثيرون على أنها اتهامات موجهة مباشرة لأحمد أويحيى. وبين الجبهتين الداخلية والخارجية يواجه أويحيى خصوما عنيدين يعول كل منهما على زعزعته من جانب معين أمام استحقاقات هامة في انتظار الحزب.